أسطورة الكاراتيه السعودي عماد المالكي، قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، امتدت مسيرته لأكثر من 23 عاماً مليئة بالإنجازات والتاريخ الرياضي المشرف. صنف بأنه من أفضل لاعبي الكاراتيه في العالم، اتصدر التصنيف العالمي وحقق لقبه كأول لاعب سعودي يحقق هذا الإنجاز. بدأ مسيرته في عالم لعبة الكاراتيه بعمر 11 عاماً، حقق على المستوى الخارجي 57 إنجازاً باسم المنتخب السعودي، حصل على أكثر من 100 إنجاز محلي، حقق 14 بطولة دوري ممتاز بمسابقة القتال، حصد 4 بطولات دوري بمسابقة الكاتا، حصل على لقب بطل المملكة والخليج والشرق الأوسط والعرب وآسيا، حصد 5 ذهبيات عالمية مفتوحة، كان آخر ألقابه ذهبية الألعاب السعودية.